لا يقتصر عمل المؤسسة الأمنية على حفظ الأمن فقط، لكن بالتأكيد هناك إجراءات عديدة اتخذتها القوات الأمنية والشرطة المجتمعية من خلال زيادة الوعي الوقائي لدى المواطنين. أيضا بالنسبة للقوات الأمنية عملت على تسهيل هذه الإجراءات من خلال توزيع السلات الغذائية للمواطنين الذين يعني تضرروا من إجراءات الحظر وإيقاف أعمالهم. كان دور الشرطة المحلية في الأزمة دور كلش مهم، خاصة بالمناطق الشعبية، وتعاونهم كان كلش مهم للمواطن.